يا هلا فيكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الإسعافات الأولية اللي ضروري نكون على وعي كافي بها، لأنه ممكن في يوم من الأيام أنه ننقذ حياة شخص. فعلا، وزي ما تحدثنا سابقا في حلقات الأسبوع اللي فات برضو في أحد الحلقات عن الإسعافات الأولية، لمياء اليوم ضيفنا الخبير في الإسعافات الأولية دكتور ريان عنبر. حياك الله معنا من جديد في ساعة شباب، مشرفنا منورنا. شرفتنا دكتور ريان. وخلينا نتكلم، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن الانعاش الرئوي اللي تكلمنا فيه للكبار. بس اليوم تحديدا راح نتكلم عن الانعاش الرئوي للرضع. مزبوط. زي ما احنا شايفين معانا. مظبوط، ايوه. حنتكلم ان شاء الله اليوم زي ما قلتي عن انعاش القلب الرئوي للرضع، بس حابب اسوي مراجعة بسيطة عن الاشياء اللي اخذناها في الحلقة السابقة. أكيد اللي هي صحيح. اللي هي طبعا نتأكد أول شيء من سلامة المكان، بعد كذا أتأكد هل المصاب واعي أو غير واعي، زي ما تفتكروا كنا نربط على كتفين المصاب، بعد كذا أشيك بمدة 10 ثواني هل في نفس أو نبض، بعد كذا إذا ما في نفس أو نبض حطلب من أي أحد من اللي معاي من الجمهور إنه يتصل على رقم الإسعاف اللي هو 997، وبعد كده نضغط 30 ضغطة صدرية زي ما كنا نسوي الحركة هذه بين حلمتين الصدر، 30 ضغطة صدرية بعمق لا يقل عن 5 سنتيمتر، وبعد كده أفتح مجرى التنفس عن طريق إمالة الرأس ورفع الذقن إلى الأعلى، ونعطي نفسين مدة كل نفس ثانية واحدة، وبين كل نفس ونفس ثانية. بعد كده تكلمنا عن مناورة هيملك زي ما تفتكر إطراد، إنه إذا الشخص غص نسوي دفعات إلى الداخل صح الى ان تطلع اللقمه. طبعا هذا كله كانت في الحلقه السابقه اكيد، اللي هي الكبار والاطفال. اللي يبغى التفاصيل اكيد حيلاقوها طبعا في نفس النقاط اللي ذكرتها باذن الله. صحيح. اليوم ان شاء الله حنبدا عن الرضع. زي ما انتم شايفين هنا عندنا في الدميه زي ما تقريبا نفس الخطوات، اول شيء نتاكد من سلامه المكان انه الطفل في مكان سليم، بعد كده حتاكد من الاستجابه في الكبار كنا نربط هنا، لا في الاطفال هتأكد من هنا. طبعا ما حتكلم من ايوه من باطن القدم، اشوف الطفل استجاب بكي معايا ولا لا، اذا بكي ينفع اقرصه ممكن اي محفز، يعني اي محفز بس يخليه يتحرك، ايوه يعني انه بيستجيب معايا الطفل. اذا ما استجاب معايا الطفل بعد كده حشيك لمدة 10 ثواني هل بيستجيب، هل في تنفس، هل في نبض. طبعا النبض نشيك عن طريق هنا الشريان اللي في العضد، ما في نبض ولا في تنفس. ليش ما هم يشيكوا هنا في في الكبار كنا نحن نشيك هنا في الاطفال، لكن أيوه. في الرضع هنا نشيك من هذه النقطه اللي هو عفوا بس دكتور، الرضع من عمر كم لعمر كم؟ اللي هم حديثي الولاده من الين سنتين تقريبا، ايوه الى أوكي. سنتين. ابغى اعرف برضه نقطه عشان لا تروح علينا، ليش نربت هنا في باطن القدم؟ ليش مو في اليد مثلا، في الراس، في البطن؟ ايش الفكره؟ هو يعني اساس يعني افضل للطفل من هذه النقطه، يعني هو اكثر ممكن منطقه ممكن يتفاعل معها، فنحن نستخدم هذه المنطقه. بعد كده زي ما قلنا تاكدنا من سلامه المكان، تاكدنا من استجابه الطفل لمده 10 ثواني ما بيتنفس، ماني شايف حركه الصدر، وماني حسيت النبض ما في نبض، حطلب من طراد انه يتصل على الاسعاف اللي هو 997. بعد كده حبدا ايش؟ صحيح. الضغطات الصدريه اللي هي 30 ضغطه صدريه بعمق 4 سنتيمتر ويعادل 100 ضغطه في الدقيقه الى 120 ضغطه في الدقيقه. البالغين 5 سنتيمتر لا يقل عن 5 سنتيمتر، يعني 5 سنتر 5 سنتي واكثر. ايوه والرضع 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر او ثلث مساحه الصدر او ثلث عمق مساحه الصدر. يلا قديش الواحد يقدر يوزن الوزنيه هذه في سنتيمترات؟ يعني على طول الواحد ممكن يتعلمها ولا؟ هي طبعا بالممارسه وبالتدريب ممكن الواحد انه يتعلمها. وترى يعني ممكن يجي طفل عمره شهر، يعني تختلف احجام الاطفال زي ما نعرف. صحيح. بالتأكيد ما حيكون يعني حجم الضغطة أو مقدار الضغطة أو حتى قوة الضغطة مساوية لكل الأطفال طبعا. فعلى حسب أنا كمان أشوف المصاب اللي قدامي أو الرضيع، وأنا ذاك الوقت أقدر كمية الضغطة وعمقها وقوتها. بعد كده طبعا بين خط حلمتين الصدر ححط أصبعي السبابة، وبعد كده بإصبعيني حضغط 30 ضغطة صدرية. واحد بالأصبعين بس؟ أيوه بس أصبعين، لأنه حجم الطفل صغير ما حيتحمل الوزن. إيه طبعا. ايوه فزي ما قلنا بين خط الحلمتين باصبعين حضغط 30 ضغطه صدريه، 1 2 3 4 5 6 7 الين 30. طبعا نيجي نتكلم عن فتح مجرى التنفس في الاطفال، عندنا يختلف. تفتكروا كنا نقول في البالغين نفتح مجرى التنفس بايش؟ عن طريق راسه أيوة. على فوق كذا، لو سوينا كذا في الاطفال كذا نحن نقفل مجرى التنفس. سبحان الله. ايوه في الاطفال نخليهم بس في الوضع الطبيعي اللي هو كانه الاستقامة. اي شخص ايوه يكون ايش بشكل مستقيم. بعد كذا نعطي ايش
النفس الاصطناعي. إذا تفتكروا كنا في نقول في البالغين نقفل الأنف ونفتح مجرى التنفس ونعطي صحيح. التنفس الأطفال. لكن في الأطفال هنا حنغطي بالفم، نغطي من منطقة الأنف والفم كاملة بالفم. نقفل يعني لا بفمي يعني أعطي لما نجي أعطي النفس أغطي بفمي بفمي المنطقة كاملة كلها. ايوه لانه اصلا المنطقة صغيرة يعني فاهم، فاغطي بفمي المنطقة كاملة يعني. ايوه اول يعني في البالغين كنا نقفل الرشم والانف للرضع. ايوه حاطي نفس يعني ممكن نبينها في المانيكان الثاني هذا اللي مخصص للتنفس. طبعا هذا يبين التنفس و هذا الشيت طبعا عشان لا نقول عنه اللي هو ايوه اللي هو فيس شيلد هذا. طبعا حغطي الانف والهذا وحنبخ. هذه طبعا تمثل زي الرئه. الرئتين الصغيرة ايوه حاطي نفس بين كل نفس ونفس ثانية واحدة، وبعد كده اكرر العملية زي ما قلنا 5 دورات. مدة الدورة مدة الدورة دقيقتين، وبعد كده اتاكد من يمكن الرضيع رجع له النبض او التنفس. اذا رجع له النبض والتنفس حخليه في وضعيه الافاقه اللي هي هذه الوضعيه، حتكون هذه وضعيه الافاقه لما يبدا يتنفس او لما خلاص انه رجع له الوعي او حاجه زي كذا نبدا نخليه في وضعيه الافاقه. حلو. الحاجه الثانيه اللي حنتكلم فيها اللي هو الغصه او الانسداد الاختناق يعني. الاختناق مزبوط زي ما تكلمنا انسداد بسيط وشديد. إذا كان انسداد بسيط حيكون زي ما قلنا مثلا كان بيرضع شرق بالأكل أو بالأكل بالشرب. أيوة رضيع غالبا حيكون بيرضع أو بيشرب حاجة فشرق مثلا. فزي ما قلنا إنه إذا الجسم يقدر يقاوم يكح خليه الطفل يكح يساعد نفسه. لكن إذا كان انسداد شديد حنتصرف تصرف ثاني غير مناورة تملك. طبعا ما حقدر أسوي للطفل مناورة تملك، في تصرف ثاني حنسويه. يعني راح تكون ثقيلة على نفس ال ثقيلة وغير كذا يعني طريقة أصلا حتكون مختلفة. حمسك الطفل بهذه الطريقة من هنا من خلف الرأس. أيوه من خلف الرأس. بعد كذا حنوم بالسبابة والإبهام. أيوه حتى أكون متحكم فيه وأخليه على فخذي كذا بهذه الطريقة. تمام؟ وأحاول إني كمان أستخدم يعني وضعية ميلان. أيوه حتى يساعدني الجاذبية كمان تساعدني في إنه الشيء هذا إذا كان مثلا أكل أو بلع مثلا لعبة صغيرة أو حاجة وهو بيلعب مثلا سدد مجرى التنفس. هذه الطريقة يرجع ثانية من الفم. أيوه لا بس أنا حسوي إجراء معين طبعا حاليا اللي هو في نفس بنفس الطريقة اللي هي كاني بسوي إنعاش قلبي رئوي للرضع بس بضغطات تكون بميلة على الخارج. أيوه مظبوط 5 ضغطات 1 2 3 4 5 وبعد كده بسرعة أمسك المريض بهذا الطفل بهذه الطريقة وأقلبه الى اسفل وحضرب 5 ضربات بين لوحين الكتف 1 2 3 4 5 وكرر العملية دي الى ان يخرج الجسم او يعني ما حتكون ثقيلة على الضربات اللي في الظهر ولا كيف ولا حتكون ثقيلة اكيد بس زي ما قلنا ممكن نحن زي ما تكلمنا نشد عليه ولا نشد عليه ممكن ولا ايوه صحيح. يعني حتكون اكيد الضربات يعني شديدة شوية بس في النهاية هذا لمصلحة الطفل. بعد كده لو انا بسوي الانعاش لو انا بسوي اللي هو عمليه الانقاذ هذه من الغصه او الاختناق الطفل فجاه فقد وعيه خلاص مثلا صار له دقيقه او دقيقتين اغمى ايش حسوي؟ حبدا على طول اباشر الانعاش القلبي الرئوي لانه نحن الانعاش القلبي الرئوي زي ما ذكرنا نسويه لاي شخص لا شخص اي شخص غير واعي ولا يتنفس. فهذا طبعا انطبق عليه على الاطفال ايوه حرجع على طول اكمل 30 ضغطة صدرية بنفس الطريقة وهذا صحيح. طب دكتور الكثير من الأمهات والآباء خصوصا الصغار في السن ممكن يصابوا بحالة من الذعر نقدر نقول عليها في حالة اختناق الطفل الرضيع، فبإيش ممكن ننصحهم؟ طبعا أهم شيء ومن الأشياء جدا مهمة إنه الواحد لابد إنه يكون هادي و يعني يتحكم بأعصابه لأنه ممكن لو أتوتر ويعني ما حيقدر ممكن يتصرف وحينسى كيف التصرف الصحيح يعني كل الأحيان وقت الربشة يعني ممكن واحد يكون لابس النظارة فوق ويتلطخ وما حيعرف يتصرف هذاك الوقت. فالهدوء طبعا جدا الهدوء ويعني ما يتوتروا حتى ما يوتروا اللي حوالينا ويتصرفوا بالتصرف يعني الأشياء اللي قاعدين نحن نشرحها وتصرف سليم إن شاء الله.
ويقدروا يعني ينقذوا حياة أطفالهم إن شاء الله. إن شاء الله. والله ودنا في أسئلة كثير كان ودي أسألك إياها لكن وقتها داهمنا دكتور ريان عنبر، يعطيك العافية. الله يسعدكم. أكيد يعطيك العافية دكتور ريان، وأتمنى إن المشاهدين يكونوا استفادوا من كمية المعلومات اللي أعطيناهم هي اليوم، ونحن اليوم تحديدا نقول لهم يا جماعة لازم تاخذوا دورات في الإسعافات الأولية، لأنه حقيقي ممكن تنقذوا حياة شخص، مو شرط يكون الشخص هذا من أهاليكم، ممكن يكون شخص مار في الشارع قريب منكم، فأنتم ممكن تكونوا السبب بعد رب العالمين. عموما فقرتنا إيش رأيك؟ كان ودي أكون جالس أنا أقول بكل فخر والله إنه أنا أخذت دورة الإسعافات الأولية، لكن بإذن الله ما تعدي فترة إلا وإحنا أخذينها، لأنه مهمة جدا إنه إحنا نساعد الناس من حولنا، ما نعرف إيش الظروف اللي نكون فيها في وقت. أكيد طبعا. ومشاهدينا فقرتنا خلصت، باقي فقرة الأخبار والسوالف. جاهز إطراد؟ جاء إطراد مشغول اليوم بالجزيرة عليك إطراد بابا صح. فحنطلع فاصل قصير، راجعينكم بعد الفاصل.